منصور عمار رئيس منطقة الحرس الوطني بالقروان. كانت تحكينا اليوم عن العملية اللي قاموا بها اليوم رجال الأمن في حجز كمية كبيرة من الزلة والقاء القبض على المجرمين هذا. الحقيقة تدخل هذه العملية في نطاق الحملات الأمنية المسترسلة التي تقوم بها قوات الأمن بصفة عامة للتصدي للجريمة، خاصة بعد تواتر المعلومات على تفشي هذه الظاهرة، فهمني ولا؟ بالنسبة للعملية نتاع العشية اللي قام بها السيد رئيس مركز برفقة المركز العوانو الأبطال، ساهمت بدرجة كبيرة في إدخال الطمأنة على مستوى مواطنين قروان، خاصة وأن نية المجرم كانت هي ترويجها في مدينة القروان و صفوف الطلبة. شنو الرسالة اللي توجهوها للمجرمين اللي قاعدين يقوموا توا بالعملية هذه، وشنو زاد الرسالة اللي تنجموا توجهوها للمواطنين؟ رسالة أن نحب نوجه للمواطنين ورسالة طمأنة، رانا ديما موجودين، رانا في كامل ال 24 على 24، ورانا ديما مستعدين لتقديم الحماية اللازمة ليهم وفي أشخاصهم وفي أعراضهم وفي أراضيهم، فهمتني؟ بالنسبة للمجرمين وبالنسبة للناس اللي تتعاطى في المجال هذايا، ونجم تكون هي ما في تقوم بأخطاء ماهيش فايقة بها. هذه الحقيقة هذه الأبحاث باش تبين الأخطاء هذه من عدم وجود الأخطاء من فهمتي، تقدم الابحاث ما نجمش نعطي فهمتي ولا بون، تقدم الابحاث يكشف فهمتي ولا الاشخاص هذو ما عندهم سبب قاعدين ولا الحقيقه اول مره يتم ضبطهم فهمتي حسب تصريحهم فهمتي، والابحاث تبين 957. اسمعني يا ولاد، يا ولاد من عمومي، عائله واحده 10 ساعات أربعة وستين،